Listen good. When I say stop, it's stop. That's order. Okay? No elbow. مفيش elbow. احمي نفسي كويس. لا يتمسك submission هوقف المباراة. Okay? لا يتمسك submission هوقف المباراة. Touch gloves. Back to start the game. ابتدينا مع اول ماتش النهارده في الجولدن كيج. معانا احمد المنصور وعمر جابر الكومنتيترز. معانا علاء واحمد عجاج. اهلا وسهلا. ده اول ماتش في الاماتشر فايتس وبدانا بتيك داون والريد كون. ابتدينا مدكون نزل بتيك داون على طول. كابتن مدكون واخد ظهر اللعيب دلوقتي. اسوأ بوزيشن ممكن يكون في الامامي. عمر جابر دلوقتي محطوط في مواقف وحش، لازم يدافع عن نفسه كويس ويطلع او يكون لازم يحط لازم يحط الهوكس بتاعته كويس عشان يعرف يحمي ظهره. دلوقتي عمر قادر ان هو لا جابر طالع منها دلوقتي اهو. ابتدى يطلع قدامه حل من الاثنين، يعني يعرف يطلع يستنى لحد ما الراوند يخلص. بس خلي بالك احمد مدكور دلوقتي واخد ظهره، يعني الانرجي بتاعته هتضعف قوي، يعني هو بيخنق بايده بكل قوه عنده وباين العزم عنده. طبعا هل ايده هتتعب؟ ده حاجه احنا لازم نخلي بالنا منها في الماتش. عمر بيدافع دلوقتي. انا نفسي اشوف احمد يحط الهوكس ويبتدي يحط نفسه في بوزيشن احسن شويه، ممكن يقفل البادي تراينجل. طبعا بس الهوك اللي رجله اليمين دلوقتي اهي دخلت، بس برده مش مظبوطه قوي. بس هو ابتدى يعمل ستريتش. الكورنر بتاع عمر بينصحوه دلوقتي يقولوا له يهرب ازاي بس لسه فاضل، لسه بدري قوي على الراوند. هو بدا يلف دلوقتي، الماتش لسه في بدايته. اعتقد هيعرف يهرب منها او طلع منها او خلاص. عمر جابر عنده فرصه دلوقتي ان هو ينط يطلع بسرعه. سبمشن، هو ماسك تحت بطن اليمين. ده مش عارف هو بيحاول يعمل ايه بالظبط دلوقتي. ممكن بيحاول ياخد ارم بار من البوزيشن ده. اتس ا ويرد بوزيشن. شكلها صعب. المفروض مدكور يحط رجله اليمين ويبتدي ماشي. طبعا. خلاص راح للكلوز جارد. شغل كويس من عمر جابر دلوقتي. عمر جابر كان في بوزيشن وحش ودلوقتي اون توب. طبعا دلوقتي احمد في الريد كورنر هيعوز انه يطلع بره البوزيشن من تحت بعد ما كان دومينيتنج بوزيشن معظم الراوند. دلوقتي هو اون بوتوم، بس برضو كنترول كويس جدا، متحكم بدماغه ومش بياخد اي سترايكس، فهو دلوقتي في بوزيشن سيف. مظبوط. عايزين بقى نشوف الجوجيتسو بتاع احمد مدكور. هل هو هيلعب عنده جارد جيم كويسه؟ هل هيعرف ياخد اتاكس من هنا ولا لا؟ انا مش شايفه بيحاول يسويب، يعني قدامه فرصه ان هو ياخد رجله الشمال ويعمل سويب من هنا، بس هو مش واضح ان هو مش هو مركز بس على الديفنس دلوقتي اكتر منه. بالظبط. وبرده الشين جاردز ماشي. الراوند خلصت. الشين جاردز ايه رايك فيها؟ هل هي هتمنعك ان انت تعرف تبقى تتحرك بسهوله؟ مش حاسسها هتأثر على حاجه قوي، يعني هما دول صغيرين وملفوفين على الرجل ومربوطين كويس، ما بيحركوش جامد. هما برضو كويسه للامتشر فايتس، ما ينفعش يلعبوا منها من غيرها. اكيد جامد يعني. اكيد بالظبط. طبعا البوث كورنرز دلوقتي هيدوا النصايح للعيبه. اداء حلو ان انت تاخد اللعيب بتاعك على الارض وتاخد ظهره في الاول، ده لازم يديك كونفيدنس فظيع طبعا. صح. طبعا اول ما الماتش ابتدى على طول ابتدوا سترايكنج، يعني دي كانتش متوقعه من اميتشر فايتس. الاثنين كويسين وقلبهم جامد وبيدخلوا وبيضربوا مش خايفين من حاجه، فدي طبعا علامه كويسه جدا. الراوند الثانيه هتبتدي. الراوند الثانيه هيبتدي دلوقتي. كابتن رشاد بدا تايم خلاص. كابتن رشاد بيقول للعيبه تخش راوند 2 اوف 3. متحمس اشوف مدكور هل هو الانرجي بتاعته كويسه بعد ما حاول يخنق من الباك واستخدم انرجي كتيره جدا وكان اون بوتوم بوزيشن برده في اخر الراوند. عايز اشوف الانرجي بتاعت مدكور، هل هو ان شيب ولا لا؟ هو شكله ان شيب بس عايزين نعرف الكارديو بتاعه بقى كويس ولا لا. عمر شكله مرتاح ومرخي. عمر جاب حلوه جدا من عمر. الاثنين اللعيبه دلوقتي حذرين من بعض. اوه 1 2 حلو قوي من عمر. متعب شويه.
ايوه صح، باين على وشه حتى بقه بيتنفس من بقه برضه، وهادي ما بيتحركش، حركته بطيئه جدا. بس هو دي برضه حركه ذكيه، خلي بالك ان هو يريح ويفضل واقف وما يتحركش برضه طول ما هو عمر جابر مش بيضغط عليه، دي بتدي له فرصه حلوه ان هو يعمل ريكفري. بيتفادى بس خد رايت هاند قويه جدا، رايت هاند قويه فعلا من عمر، عمر اداء رائع من عمر. اوه النية حلوه الماء ده، انا مش عمر مش جابر مش يمكن محتاج بس يقصر المسافات شويه. عمر جابر فيه بوتنشال حلو ان هو يكسب الماتش. انا مش عاجبني ان احمد هادي قوي قوي قوي، ممكن يكون مستني اللحظه اللي ياخد فيها سترايك، ممكن برضو طبعا، او ممكن يكون بيدور على التيك داون. هنشوف دلوقتي هو بدا يتقدم، هيبدا يتحرك، ليفت هوك، ليفت هوك حلو قوي من عمر، عمل ديفنس ورجع. انا عاجبني جدا ان عمر بيتحرك وبيدخل دلوقتي باللو كيكس كمان، سترايك بتاعته حلوه جدا بصراحه. البيس طبعا اهدى بكتير من الراوند الاولى طبعا، ده واضح جدا، بس انا عاجبني قوي ان عمر بيعمله بصراحه. غالبا الاثنين شكلهم تعبوا شويه من اول راوند. انا لو مكان احمد دلوقتي ادور على التيك داون، عشان انا بتغلب وانا واقف طبعا، فادور على التيك داون دلوقتي. اللي مسيطر عمر دلوقتي هو بيدور على التيك داون، بيحاول ينزله دلوقتي على الارض. مش عارف هل دي فكره حلوه من عمر، انا شايف ان هو كسبان فوق ليه ينزل تحت. الماوت جارد طلعت شويه بعدله، كابتن نشاط بيراقب الاثنين لعيبه كويس. انا عمر داخل بكومبو جميل 3. ايه رايك في السترايكينج بتاع عمر؟ السترايكينج بتاع عمر كويس، عمر مش خايف، بيدخل عمال ادفانسنج كل شويه، بيأثر المسافات، بيضرب كويس، انسايد كيكس كويسه، دخل بانسايد كيكس وبعدين يخش بايديه، بيدخل كويس. عمر عنده كونفيدنس فظيع، انا عارف خد اصعب حاجه من احمد اللي هو البوزيشن بتاع الظهر، وعارف يطلع وكان اون توب في الراوند الاولى، ودلوقتي سترايكنج ممتاز، كومبو حلو قوي، قلب الاحوال دلوقتي، بقى عمر هو اللي مسيطر في الراوند الثاني بعد ما كان خسران. احمد شكله تعب ووقف، ما بيتحركش حتى، ممكن الحكم يوقف الماتش هنا على فكره. دلوقتي مزنوق في موقف واحد، فاضل 10 ثواني، احمد محتاج يتحرك من على الكيج، 10 ثواني يتحرك من على الكيج. تايم اداء رائع من ايه ده، بص احمد نزل وتعب، عمر برده نزل قعد على الارض على طول، الاثنين لعيبه شكلهم تعبانين، بس عمر ادى اداء جميل، اداء رائع في راوند الثانيه من عمر، سيطر طبعا. انا مبسوط قوي ان هو كان في اسوء بوزيشن طلع منه وعمل كامباك رائع جدا في الراوند الثانيه طبعا. ودلوقتي احمد الكورنر بتاعه عاملين يكلموه، اعتقد عايزين يديله دفعه سايكولوجيكال ان هو يتحرك اكتر ويفايت اكتر، ان هو كان عنده اداء حلو قوي في الراوند الاولى طبعا. الماتش ده اخد تيك داون كويسه واخد ديفنس كويس وجارد كويس، حاول ياخد السبمشن بس للاسف ما عرفش يكملها، بس ما فيش مشكله، لسه عنده فرصه كمان ان هو يسيطر على الماتش. فاضل اخر راوند للاثنين دلوقتي، احمد مدكور معاه راوند وعمر، اعتقد الراوند الاولى ممكن تروح لاي حد منهم، احنا ما نعرفش، بس الراوند الثانيه اكيد لعمر، عمر جابر ما فيهاش كلام دي الراوند. فاحنا الاثنين لعيبه داخلين دلوقتي بالمنتاليتي ان هو ممكن يكونوا واحد واحد، فالراوند دي هتبقى راوند مهمه للعيبه الاثنين. بالنسبه للسترايكنج ان عمر ايديه اطول بكتير من احمد وعنده ريتش كويس جدا، ولسه عنده طاقه، انا شايف بيتحرك كويس واحمد ثابت في مكانه طبعا. بس الاثنين اللعيبه شكلهم هما الاثنين تعبوا وايديهم محطوطه تحت، فدي مش هتبقى في ادفانتج حد لو ايد دخلت طلعت على وش حد طبعا، لو حد اخذ سترايك جامده في وشه. احمد مدكور اجريسيف قوي، احمد ابتدى يرد اهو، عمر بيدور على التيك داون، واحمد واخد ديفنس حلو جدا، عمر سيطر على رجل، احتمال ان هو كنترول هيد كنترول هنا حلو قوي من احمد مدكور، احمد واخد ديفنس جميل، اتنفس بقى احمد عشان تاخد تعمل ريكفري وتاخد ديفنس حلو. عمر حط الاندر هوكس هم الاثنين وخد التيك داون،
بس احمد بيدور على ان هو ياخد الجلوتين، احمد محتاج يحط رجله الشمال. لا خلاص هو سيف هنا، هو سيف هنا كويس طالما عمر عدى كده من من الناحيه دي، فعمر كده سيف ديفنس جميل. وممكن هنا اصلا عمر ياخد شوك لو هو عارفها اسمها الفون فلو شوك، يحط كتفه الشمال على رقبه احمد ويبتدي يخنقه، بس هي مش حاجه كومن بتحصل. فهنشوف هو دلوقتي بيحاول يطلع برقبته. دلوقتي الاثنين مش بيتحركوا، ثابتين في مكانهم. انا لو مكان عمر دلوقتي ابتدي ان انا اتحرك لبوزيشن احسن شويه. بالظبط بالظبط، يطلع من البوزيشن ده. الخروج من البوزيشن ده مش صعب، هو يقدر يعملها، بس هو محتاج بس يلف جسمه شويه زي ما كمان. المفروض كتفه الشمال برضو يشتغل طبعا، ممكن يضغط على رقبه احمد. هو طلع خلاص، طلع ودلوقتي هو في بوزيشن كويس. عمر اون توب، عمر اون توب دلوقتي من ال وهيبتدي سترايك. هي سترايكس جميله، كويس هوكس كويس، جراوند اند باوند جميله جدا من عمر. الحكم ممكن يوقف الماتش هنا لان احمد ما بيتحركش. انا مش شايف احمد بيتحرك قوي. لو عمر عدل نفسه وحط نفسه في بوزيشن كويس، نيز بجنب، نيز بجنب من عمر، جميله قوي. ممكن يضرب البوز برده هنا بايده الشمال طبعا. هو المفروض يستخدم ضربه الالبو الافضليه طبعا، لان دي ممكن تخلصه من الماتش دلوقتي حالا. دلوقتي عمر واخد سايد كنترول، كذا كتامي بوزيشن، وحبس الدراع. أيوة الشمال رائع، بس ابتدى يدخل، ابتدى يدخل. جميله جدا من عمر، جميل جدا عمر، اداء رائع جدا من عمر، بوزيشن قوي جدا لعمر. هل الحكم هيوقف الماتش دلوقتي؟ احمد محطوط في موقف وحش، احمد محطوط في موقف وحش جدا. انا عاجبني قوي ان هو حابس الدراع الشمال طبعا برجليه، وبيبتدي ياخد ديفنس. اوه جراوند اند باوند جميل، عمر رجعه تاني في مكانه. شكل عمر عنده الماتش قرب يخلص، باك جراوند كويسه في الجرابلينج عشان يسيطر على الماتش ده ويبقى المكسب بتاعه اكيد في اول ماتش. اداء رائع جدا من عمر، اداء رائع جدا من عمر جابر، اداء ممتاز عمر جابر. خلص الراوند خلاص، وانا المعلق علاء هيطلع دلوقتي يقدم الفايز. اداء ممتاز من الاثنين لعيبه، عمر جابر. الو الو، في اول ماتش الجولدن كيج. الو، اول ماتش اماتشرز في الفايت نايت بتاعتنا. الو فايت نايت 1، كوتش موقف اللعيبه جنبه دلوقتي، والفايز هيعلن اسمه دلوقتي حالا. المعلق علاء اخذ الورقه ومعاه الجواب بتاع الفايز. Ladies and gentlemen, after three rounds we go to the judges scorecard for decision, and the winner out of the blue corner, عمر جابر.